والله وأكلت. لا لا ما اتفقنا هيك بيصير تسوليك مو جايب بالي. خفوا شباب. لك شو هاد اللي عملتو بالكاميرا صورتو كركبتو حالي. ما بدي عصبي يا جلدة وشربتا وهالشاشة نورتا لتقول بيصير وما بيصير. معقول؟ ليش نورت؟ ملعوبة أكلتا يا رنا. خفوا شباب وش ربتا؟ قال فرفشة. نحن إلى المكتب معنا وانت بتشرفنا برنامجنا. الله شو يا أهلا وسهلا والله. خليك فري ودايما نقول ولا تقول مين المسؤول فرفش معنا. يلا أكلناها شو صح وهنا تعيش وتاكل غيرها. أكلت وشربت. مساء الخير أنا سوزان. هلأ مثل كمان ما بيقولوا إنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، بس الحمد لله الحمد لله انه الله كثير بيحبني ولهيك انا هلا موجوده بالاستوديو ما شفت شو اللي صار، لذلك تعوا معنا وخلونا نشوف شو عم بيصير. السلام عليكم. ايه سمرا دكتور حبيبي هذا مضيوف اللي قلت لك عليهم ليكم. مين هذا تبع شو اسمه؟ تفضل حبيبي. تفضل سيدي. يا اهلا وسهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. احتراماتي دكتور محمد خالد. اهلا استاذ سعيد حلاوي ديريت اعماله على راسي. اهلا وسهلا. تفضل يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك استاذ سعيد حبيبي؟ شو اخبارك؟ بخير ان شاء الله. بخير الله يعطيك العافيه يا رب. كيفك بسمرة؟ والله رواق الحمد لله. والله بخير. اهلا وسهلا. مني عندنا والله فضل الله الحمد لله. والله الحمد لله. طبعا هون ابو سعود غني عن التعريف، يعني فنان جديد طالع من الصوت اللي بيحبون قلبك. يا ميت اهلا وسهلا شرفت. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك يا رب. خليك. طبعا هون دكتور محمد خالد دسوقي هو مدير عام الشركه. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا فيك يا رب. فيك يا اختي. الله يخلي لي اياك يا رب. كيف ميمي؟ اهلا. مديره اعمالي انا مكرم. يا اهلا وسهلا. ان شاء الله تقبل قلبي الهي. كيفك استاذ؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد ان شاء الله بخير. الشغل والله العمل دائما الحمد لله. الله يخلي لي اياك. طيبين مساكم استاذ. اوكي استاذ، احكي لي شوي عن مكتبكم. بالنسبه لشركه سيريا ارت، يمكن الاستاذ سمير المدير التنفيذي عندنا هون بالشركه حكى لك نحن قائمين باعمال انتاج سينمائي وتلفزيوني بالاضافه لحملات الاعلاميه كاملتها. اوكي، اني من السينما والتلفزيون هي انا ما جايب عشان هي المواضيع هي، انا عندي كثير عقود وعندي كثير كذا. اهلا وسهلا. انا بدي اعرف انتم بتعملوا اعلان عن طريق النت؟ شو نحن طبيعه عملنا، نحن بحكم عملنا على الانترنت بالادفرتايزنج في عندي اكبر شبكه. ليش شوي شو الكلمه قلت استاذ؟ ادفرتايزنج بتعرفيها؟ اوكي بعدين بتشرحي لي. تفضل. اوكي عندنا اكبر شبكه مواقع اعلانيه دليل سوريا نت. يا سلام. هي عباره عن 10 مواقع متخصصه بيناتهم دليل فنانين سوريا. اوكي هذا اللي قلت لك عليه. طيب اوكي، يعني استاذ انا فيني هلا انا اعمل عندك اعلان عن نت مشان تحط لي ملف كامل فولدر عني؟ اكيد هلا احنا من خلال دخولك على دليل فنانين سوريا بتقدر تشترك معنا بصفحة. هاي الصفحة تعرض فيها كافة أعمالك، سي في عن حياتك الفنية بشكل كامل. أنا لازم أحطها على النت حتى الناس يعرفوها؟ أكيد. لا أنا الناس بيعرفوها بدون ما أحطها على النت. معقول ما بتعرف عني شيء أستاذ؟ معلش يا أخي. يعني الأستاذ غني عن التعريف، يعني إذا ما بتعرفه. وعامل 7 سيديات بألبوم واحد. ما شاء الله. أنا كاتب غنية. طبعاً هلا بسمعك. كاتب ومطرب. يعني أنا بدي أنا تحط لي صفحتي على النت أنا بحيث إنه أنا أول ما حدا يفتح تفتح انترنت تطلع صورتي يعني فورا يطلع اسمك تطلع. ما بدي اسمي. انا بدي صورتي اجباري بس يعني اسمع اليوم الانترنت رح تحطك بفكره عن يعني اليوم بيكتب حضره الاستاذ سعيد ما سعيد استاذ اذا كتب للاستاذ سعيد الاسم كامل. اوكي بس انا العالم بيعرفوني سيمو. اوكي
عفوا الاستاذ اسم الفني كاسم فني اذا انت اليوم حبيت تشهر الاسم الفني على جوجل لابد من ارتباط من روابط يا استاذ الله يخليك انت هيك عم توجه لي اهانه لا لا الله يخليك لا هو ميمي يعني نحن بدنا انه مباشرة بس العالم يفتحوا الموقع دغري يطلع صفحتك على لكريتك توب يا قلبي استاذ حبيبي انا بدي متى ما كبس انترنت تطلع صورتي تطلع صورتي ممكن نعطيك يعني ميزه اشتراك الصفحه الرئيسيه يعني تاخذ بانر او سلايد ممكن انا خليني انا بفهم بالشغل خلينا نحكي عفوا منك يعني انا صورتي مو صورتك تحط صورتي على الانترنت نعم حتقلب اجبار في اكثر من صوره لا لا دقيقه شوي هلا الصوره حتقلب هلا بدي وراي نعم كل صوره بتقلب ثلاث اربع بنات انا بنقيهم مو انت صار فيديو كليب مو ما ب... ما لا عفوا ممكن صار. لا شرحت استاذ قد ايه تاخذ سمير كنسلي 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 اجتماع عمل ميمي تقبري قلبي ميمي اوكي استاذ انا كل اللي بدي اياه نعم كبسه زر تطلع صورتي حتقلب على عيني حبيب. اوكي هلا هل متى ما قلبت الصوره بدي وراي اربع خمس بنات انا بنقيهم مو انتو از يو لايك هلا ما عندي مشكله شو مثل ما بتحب اوكي مثل ما بدك حبيبي بس في عندي شغله هلا في انا عندي ستايل معين بالصفحه عفوا منك تفضلي صحافه ما مليت انا ميمي مليت مليت صحافه شو بده ما هذا الاستاذ يعني خليك اوكي أخي كريم بالنسبة لستايل اللي نحن عم نتخزينه في دليل الفنانين السوريين نحن يا أنا أنت في قسم المطربين لا ما بجد قسم المطربين أنا ليه شو قسم أنا يعني تصنيف ما في تصنيف أنا قسمنا لحالنا بالضبط أنا بدي عفوا ميمي 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 توفي قلبي ميمي توفي قلبي أستاذ أستاذ سلامة قلبك أنا أمدي أحكي عفوا أنا جايهم بصري يسألوا أنا جاي عفوا شو ما كان العقد على عيني بس أنا بحترم هذا الشيء هذا بزنس هذا أوكي بزنس أنا خليني أحكي أنا اللي بدي أنا عرض وطلب فضل. صح ولا لا بين الشاري والبايع أحسن من عشرة على الشجرة الله يخليه ياك استاذ حبيبي امرك انا بدي تفتك بس الانترنت تطلع صورتي هيك صار موقع لحالك انت بدك موقع موقع عندي موقع لا تخاف تطلع صورتي عندك الصوره تقلب فهمت عليك ثلاث اربع بنات الصوره حتقلب انا اوكي معلش اوكي بس بدي تحت اسمي تحت اسمي بين قوسين نجم النجوم نجم النجوم اوكي طيب على عيني وحتى في عندي مجله نجوم لا 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 هاي مجلاتكم هي انا كلها ما بشتريها بالقراءة سمير 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 وحكى لي انه ما بده مجلات بده يعمل شيء له علاقه بالانترنت طيب لجلك يعني ما اتوقع دغري لي اوكي صورتك حتكون موجوده بس ما بدنا نفهم استاذ انا مطرب مشهور انت انا حاسس انك سمعت الاغنيه اللي سمعتني امبارح عفوا صوتك صوتك تتعب سيمو سمعوا يا اللي قلت لي عليها امبارح هلا بسمعوا نزل مقطع صوت اوكي اعطيني الاغنيه اعطيني 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 الاغنيه استاذ قبل ما اسمعك الاغنيه استاذ اذا بتريد انت عم تحسسني انه كانك انت ما بتعرفني او انت مو شايفني معلش اكيد حصل لك شرف تسلم لي الله يخلي لياك يا بس حبيبي ما تسايرني مو قصة مسايرة اخي في شيء عندي بدي اقدر انفذ لك اياه تنفذ لي اياه بس انت حاسك انه بدك تلف وتدور وكذا مصاري اعطيك مصاري سمير احكي بصراحة الكوميسيون اللي اخده مني انت عفوا ايش بتريد بكنسلو مو كوميسيون هو على اساس قال لي اذا صار وقعنا العقد مشان ينزل صوره ويعمل الدعايه الاعلاميه والاعلانيه انه حابب يهديني هديه لا ما له علاقه بالكوميسيون ولا لا يا عم انا اخذ عفوا منك اخي كريم الاستاذ سمير شموت هون مدير تنفيذي عندي وخبرني انه في الاستاذ سعيد فنان سيمو زتري استاذ سيمو على عيني وراسي لا ايش عم تقول هيك بان مو طالع من قلبك احترامي لك على عيني الله يخليك يا هي شغله كوميسيون وما كوميسيون عفوا منك عارف الموديل اللي بتطلع معنا بالكليب الجديد هي بنت الشقرة اللي شعرها بيرم ليلى ماله فاضي لا غيرك او لا اوكي كنسليا اوكي ايه استاذ خير خير الله يجعلك بخير الله يبارك فيك استاذ انا عامل غنية نعم هي للعيد هي الفطر ولا عيد الاضحى؟ على العيد شايف شلون؟ هي الغنية بدي اتنزل مو انا بتحت اسمي هي نجم النجوم اغنية العيد ايوه هاي عندك على الانترنت هاي على الانترنت كلماتها بدنا ننزله كلمات اسمع استاذ كلمة ما بعرف شو بصير معاناة مأساة نعم حلو
الدنيا زي المرجيحة يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، وأنا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق. يا عيني عيني شلون استاذ لسه ما تلحنت. الله يسلم هالتم يا رب. كود الحجاز هي شغلات ممكن بالانتاج. لا الله يخليك خليني سامعك يا استاذ، وانت خليني سامعك يا على عيني حبيبي. كانك استاذ مو حابب تسمع صوتي والله العظيم. انا ما اول ما قعدت عندك هون وانت نازل فيني تجريح واهانات. ما انا عفوا من نفسي قاطعني ما بصير. انا عم هي الدنيا زي المرجيحه يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشه ومرتاحه وفيها ناس مش فوق. جبرني الكلام وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق. كلمات بسيطه. سميت شي الالبوم؟ طبعا مدينه ملاهي. مدينه الملاهي ان شاء الله يسلمك. شو بتفهم علي؟ الله يسلمك يا رب. شلون استاذ؟ هلا صبي بس نحن عم نعاصر الجيل الجديد. فن حلو. هلا صبي بس الاسواق ما شاء الله حولك يعني. أوكي. عندك صوت يعني. شو اتفقنا؟ بدنا نستلم له الدعايه الاعلانيه. استاذ سمير بالنسبه للحمله الاعلانيه انا ما عندي اي مانع، عرفت عليك؟ بس في يكون بشيء اصوله حسب ما عم حاكيك باصول استاذ. انا عيني افهم منها. لا ما لا هي ثالث مره انا هديت حالي وغنيت الغنيه مشان اهدى. قلت لي باصول ما بصير. قاعد مكتبك انا اهلا وسهلا شرفت حبيبي. ما بصير. شو اللي باصول؟ ما احنا ما نفهم بالاصول. قصدي انا طول بالا استاذ. انا مطرب العين مطرب فنان ما يمر في الحس. اخي الكريم عندي هون دليل فنانين كل فنانين سوريا يابا. ما لا تعصبني. معلش لا تعصبني. ما بصير. ما بشرب قهوة انا. صوت امرك 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 حبيبي. ما 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 معقول لسه تقلي اصول ومقصول. انا اعمل لك يا استاذ بدي واحد يكبس الانتر تبع الكمبيوتر تطلع صورتي وين ما كان اي موقع. انا زلم مطرب فنان مشهور. استاذ سعيد تفضل. انت بتعرف شي عن النت؟ على الانترنت. تعرف شو معناتها الانترنت؟ عندي ناس تشتغل انا ما بدي اعرف. على عيني الانسه اختي الكريمه. ما ادري اختي الكريمه شو مدير اعمالي وسرت انا خليني معلش. هلا انا بدي اسالك سؤال. انت حابب انك تعمل ادفرتايزنج اعلان لك على الانترنت الناس تكبس على اسمك تطلع صورتك؟ مو على اسمي تكبس الانترنت يا رزق. معلش يا سمير هلا صلي على النبي. رزق خلصنا. شو خلصنا؟ كانك محاضر. لا لا كانك قوم. لا لا عفوا منك يعني عفوا منك. شايفه مكتبك انا بشتري بشتري وقت الجد. استاذ سمير بعد امرك. لا طول بقى. ما في بعد امرك سمير. اطلع منا اطلع منا. اذا بتريد نيمي توبري قلبي. ما 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 معقول. انا كل ما بفوت على مكتب تاخذني على مكتب. احكي كلمة كبيرة هلا. لا احكي كلمة انا. ما تطلع يعني سمير. سمير انت ما فهمتني. فهمتني انه الامور كلها تنتم جاهزة مو لا انا بصراحة انا فهمني انه بس فوت عند هذا الزلمة بتورجيه مصاري. انا هيك قال لي. لا انا هيك فهمني سامي. لا تقلي لا تقلي هاي مصاري استاذ. اذا بتريد لا استاذ ما قاعدين ما زدت مصاري بشي. هلا زدت لك انا قد هدول على اربع خمس مرات. لا تقلي مصاري ما مصاري. سمير ما بدي القصة كلها. اذا بتريد دقيني للبنك دقيني للبنك. هلا شو بدك دقيني للبنك. ما في بلعي بلا طعمة يا سمير. معلش استاذ هي زدت حقها مصاري. حقها مصاري حبيبي. انت حبيبي هذا مكتبك اخي. هذا مكتبك. اي مكتبي. الله معك طارق. الله معك. الله معك اذا بتريد. خلص يا زلمه مش انا لسه هذا جايبني هيك فنان. لا تقول لي هيك فنان. اذا بتريد نزل ايدك. معلش لي هيك فنان وتقشر. ما معقول افعل. اذا انت داخل على مكتب تحترم حالك. انا محترم حالك. انت محترم حالك. انا فايت بدي اعمل استاذ سعيد استاذ كاميرا خفيه 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 ك
تسلمني تسلمني بوسين في كاميرا مخبينا هني نفتح الباب كاميرا خفية نحن كنا استاذ بس شوي بالله بيمي هاي الكاميرا هاي الكاميرا شفتها كنت معنا برنامج اسمه أكلتها وشربتها نقول باي للكاميرا هون طبعا نحن بالاتفاق مع الموظفين نصدنا الكاميرات من ورا ظهرها بالاتفاق مع سمير كمان اكيد نقول باي للكاميرا في مجال انا باي حطيتونا بخانة الياف استاذ باي كمان استاذ مجال يلا كلنا رح نقول باي للكاميرا باي. أنا الله كتير بيحبني لأني كنت موجودة بس بالاستديو وما شفت شو صار بضيوفنا بقلب لوكيشن التصوير لهيك اكتفينا بس بحبة الضغط الحمد لله يا ربي لهيك مني أنا سوزان من فريق أعمل أكلتها وشربتها بنقولكم باي انطرونا بحلقة جديدة واحفظوا الموعد باي. والله وأكلها والله وأكلتها لا لما اتفقنا هيك بيصير تسوليك مو جايب بالي خفوا شباب لك شو شو هاد اللي عملتوه بالكاميرا صورتوه كركبتو حالي ما بدي اعصب روي اكلتها وشربتها وهالشاشة نورتها لتقول بيصير وما بيصير معقول يا ليش نورت ملعوبة أكلتها يا رنا 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 يا رنا رنا خفوا شباب وش ربتها قال فرفشها نحن إلى المكتب معنا وانت بتشربنا برنامجنا والله شو يا أهلا وسهلا والله خليك فري ودايما نقول ولا تقول مين المسؤول فرفش معنا يلا أكلناها صح وهنا تعيش وتاكل غيرها اكلتها وشربتها وانت لا 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 اكلتها وشربتها